بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساكم أحبتنا الكرام وإن ما كنتم تابعونا من عمان الغالية ومن خارج عمان، الذين يحرصون دائما على متابعتنا بشكل يومي. هذه المجلة اليومية المسائية نطل عليكم من خلالها أو من خلال برنامجنا مساء المهرجان كل ليلة من الساعة 8:30 حتى 10:00 لننقل لكم كل الفعاليات والمناشط لهذا المهرجان تحت عنوان عمان المحبة والسلام. الليلة لدينا الكثير من الفقرات والضيوف والتقارير وكذلك الربط المباشر. الهدف من برنامجنا مثل ما تعودتوا أنه دائما ننقل لكم كل هذه الفعاليات، أيضا الهدف أن نرسم ابتسامة جميلة لكل المتابعين الأحبة، أن يكون هناك متابعة دائمة، وهذا ما نتمنى منكم دائما، ونتمنى كذلك أن تكونوا سعداء بما ننقله لكم بشكل يومي. مساءكم خريفي، مساء انقشاع الضباب هاليومين، فرصة لكل الأحبة الكرام المتواجدين في محافظة ظفار أن يطلعوا الجبال وكذلك السهول لالتقاط صور تذكارية جميلة ويعنونوها بخريف ظفار أو خريف صلالة 2016. كل المحبة والسعادة لكم نتمناها، ونمسي عليكم بالخير. وبيان مساء الخير. مساء الخير عبد الله، ومساكم مشاهدينا مكلل بالمحبة والوئام من صلالة أرض الأصالة، وإطلالة جديدة لبرنامجكم برنامج مساء المهرجان وتجوال حول مهرجان صلالة. نستعرض لكم تفاصيل كثيرة عن هذا المهرجان الذي يشهد حضور وإقبال كبير يوم عن يوم. بإذن الله في حلقتنا راح نستعرض الكثير، فنتمنى لكم طيب المتابعة حتى الساعة 10:00 بإذن الله. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير في ترحال مسائي جديد من مساءات مهرجان صلالة السياحي 2016، ومع تواصل أيام المحبة والوئام هنا في محافظة ظفار، حيث الجمال والتنوع وجمال الأجواء الخريفية. سنكون وإياكم طول هذه الأيام المتواصلة من خلال برنامج مساء المهرجان، ننقل لكم كل الفعاليات والتفاصيل، التجوال اليومي بين زوايا وأركان مركز البلدية الترفيهي، وأيضا الفعاليات المصاحبة. نتمنى لكم متابعة طيبة وشيقة من خلال فقرات جديدة ومتجددة لبرنامج مساء المهرجان في هذا المساء المختلف تماما هنا من مركز البلدية الترفيهي من 8:30 وحتى 10:00 مساء. وأهلا وسهلا بكم في برنامج مساء المهرجان. الطبيعة والمناظر في الروابي والجبال، هذه الصورة البديعة كأنها رسم خيال. الطبيعة والمناظر في الروابي والجبال، النسائم في صلالة تبهج القلب الحزين. يومنا خير نعمد وما ربي شكري، النسائم في صلالة تبهج القلب الحزين. والفرح عام المكان في صلالة، ملتقانا في ربوع المهرجان، الأماسي والمناشط والفرح عام المكان، دايم البسمة تلاقي في وجوه الزايرين. يومنا خير نعمد وما ربي شاكرين، دايم البسمة تلاقي في وجوه الزايرين. يومنا خير نعمد وما ربي شاكرين.
فخرا وفخر العروبة حصن في الشدة منيع دار قابوس العزيزة دارنا ودار الجميع فخرا وفخر العروبة حصن في الشدة منيع لجلها دايم نلبي إذا تنادي حاضرين جدد لكم التحية أحبتنا الكرام في عمان الخير نعمة دوم ربي شاكرين هذه الكلمات الجميلة التي كتبها الشاعر حسن المعشني وغناها طبعا الفنان مازن سالم محمد موجه كل التحية والشكر على إهدائهم هذه الأغنية للبرنامج بالطبع يعني في عمان الخير نعمة دوم ربي شاكرين نحمد الله تعالى على الأمن والأمان وكل هذه النعم نعمة الخريف يعني نعمة السعادة هنا في الغالية عمان هذه النعم بالفعل نحمد الله تعالى عليها في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أطال الله في عمرك يا مولانا وحفظك ورعاك يا رب العالمين. الليلة متابعينا الأحبة لدينا الكثير من الفقرات والفعاليات قمنا بإعدادها لكم إن شاء الله راح تكون في حلقتنا ومن أبرزها الليلة الفرقة الفلكلورية من دولة فلسطين الشقيقة إن شاء الله راح تكون معنا مباشرة على المسرح الولايات أو مسرح الولايات خلال حلقتنا إن شاء الله حتى 10 بيان. جميل يعني راح نستمتع بإذن الله بالإيقاعات والنغمات القادمة من فلسطين. تحية لفلسطين. صحيح تحية لكم. أيضا عبد الله دائما ما نستعرض لمشاهدينا المعارض الرئيسية والمتخصصة أيضا معرض الإعراض الاستهلاكي ما زال يواصل استعراض أجنحة مختلفة سواء كانت محلية أيضا هناك إقليمية مثل آسيا الدول الآسيوية والعربية والخليجية أيضا معرض الكتاب مفتوح لهواة القراءة وعشاق المطالعة من خلال مجموعة الكتب التي يستعرضها بالإضافة إلى ذلك دائما نقول بأنه مهرجان صلالة جاء بحضور مؤسسي كثيف من خلال المعارض المتخصصة نذكر منها معرض عمان أرض الصداقة والسلام هذا المعرض مشاهدينا الذي يستعرض لوحات مجيدة لجلالة السلطان من خلال مجموعة من الصور تبرز فيها رسائل الحب والوئام والسلام سواء كانت داخليا وأيضا خارجيا يا عبد الله. هذه فرصة بالتأكيد بيان لكل الأحبة الذين يتوافدون أو يزورون مركز البلدية الترفيهي من أفضل المحطات أنصحكم بزيارتها أو أفضل الفعاليات هذا يعني المعرض أرض الصداقة والسلام. من ضمن الفعاليات أحبتنا الكرام الرياضية انطلقت اليوم بطولة كأس مهرجان صلالة السياح لكرة القدم لعام 2016 جمعت المباراة الأولى النصر مع منتخب الشباب والمباراة الثانية التقى ظفار الزعيم مع مرباط وأقيمت المباراتان بمجمع صلالة الرياضي. كذلك انطلقت اليوم فعاليات مهرجان خريف صلالة أو خريف ظفار للمزاينة والمحالبة لعام 2016 والتي تقام جنوب قيادة شرطة محافظة ظفار خلال الفترة الصباحية والمسائية وهذه فرصة أيضا لكل الأحبة المهتمين بهذا الجانب لزيارة هذه الفعاليات والتعرف عن قرب عليها. جميل عبد الله يعني ما شاء الله مثل ما نشاهد مشاهدينا وكل يوم أيضا يوضح برنامجنا هذا التنوع والثراء والجماليات سواء كانت فنية ثقافية رياضية ترفيهية احنا دائما عبد الله داخل استوديو وهناك الزميل محمد يقف في محطات ليستعرض جمالياتها فنقول مساء الخير يا محمد وخبرنا وين مكانك راح يكون اليوم. مساء الخير يا بيان مجددا ومساء الخير لعبد الله ولكل الزملاء ولكل المشاهدين ولكل من انضم لمشاهدة برنامج مساء المهرجان في بداية رحلتنا ومشوارنا المسائي لهذا اليوم. اليوم إن شاء الله وقتنا راح تكون في الصناعات الحرفية. نحن طبعا في البداية متواجدين في الممشى هذا الجميل اللي يعني يتوافد إليه العديد والكثير من زوار مركز البلدية الترفيهي واللي يشهد إقبال كبير. أنا عادة أسميه الممشى الذهبي لأنه يحتضن أعداد كبيرة
في فعاليات وأركان متواجدة في هذا المكان. اليوم زيارتنا راح تكون إلى قرية الصناعات الحرفية. طبعا قبل تقريبا قبل 3 أيام كذا 4 أيام أخذنا حرفية أو حرفيتين. اليوم راح نأخذ أيضا حرفة ونعرج على حرفة مع حرفية متواجدة هنا بشكل يومي في هذا المكان. يعطيك العافية. احنا محمد ان شاء الله راح نتواصل معك، وتحية لمحمد دائما وجهها يختار كذا اماكن مميزة. طبعا الحرفيين والحرفيات نوجه لهم كل التحية والشكر على تواجدهم، وشكرا ايضا لبلدية ظفار على تخصيصهم قرية خاصة بالحرفيين والحرفيات. محمد، كيف شفت الاقبال هناك قبل ما تدخل في تفاصيل الحرفيين او المقابلات معهم؟ كيف شفت اقبال زوار المهرجان في هذه القرية؟ جميل عبد الله، المكان ملفت والمكان يعني ملتقى للجميع. نحن نسعد لما كذا نشوف الإحصائيات اللي تردنا كذا بشكل أسبوعي أو بشكل يومي بأنه فيها أعداد كبيرة، وأنهم يختاروا مهرجان صلالة السياحي ومركز البلدية الترفيهي كمحطة رئيسية بشكل يومي في الفترة المسائية. هذه القرية قرية الصناعات الحرفية تم تطويرها وتعديلها من الهيئة العامة للصناعات الحرفية بحيث تحتضن مجموعة كبيرة من الحرفيين والحرفيات. التنوع حاضر، التميز حاضر يعني بشكل يومي، متواجدات حضور مميز، حضور كبير وخصوصا من الزوار من خارج السلطنة يتعرفوا على هذه الحرف وكيفية وماهية هذه الحرف المتواجدة هنا في قرية الصناعات الحرفية. إن شاء الله نحن مشاهدينا الكرام سنتعرف في وقفات قادمة على هذه الحرف، وإن شاء الله في الأيام القادمة نعرج على هذه الصناعات. مساء المهرجان في رحلة جديدة مسائية متنوعة، وأيضا في جانب آخر من جوانب هذا المركز وهذا البرنامج المميز اللي يأتيكم بشكل يومي، مسرح الولايات والمسرح الدائري اللي يحتضن مجموعة كبيرة من الفعاليات. اليوم تشاركنا دولة عزيزة وشقيقة وغالية على قلوبنا جميعا، فرقة فلكلورية قادمة من فلسطين تقدم اليوم بمشيئة الله، ستشاركنا طيلة عرض برنامج مساء المهرجان. وأولى هذه اللوحات المميزة نشاهدها بعد قليل مع فرقة فلكلورية من دولة فلسطين الشقيقة، فإلى هناك إلى مسرح الولايات. والورد
عنك أخبار يا فلسطيني جمرة ونوارة من غزة لعكا بدمي Thank you.
حياكم الله من جديد متابعينا الأحبة، وتحية لكل من انضم إلى متابعتنا. متواصلين معكم إن شاء الله حتى 10 مساء، وتحية من القلب إلى فلسطين وإلى كل من يعشق فلسطين على هذا الأداء الجميل لهذه الفرقة الفلكلورية الجميلة اللي راح تشاركنا إن شاء الله في حلقتنا الليلة حتى 10. هذا طبعا من أهداف مهرجان صلالة السياحي، ملتقى الجميع، ملتقى الدول، ملتقى العرب هنا في هذا المهرجان الجميل، سواء من خلال المشاركات الفرق الفلكلورية أو أيضا المعارض التي معرض الاستهلاك اللي شارك فيه مجموعة من الدول العربية، وكذلك الفنون العمانية التي الفنون الأخرى التي تقدم سواء كان على المسرح الساحة العامة أو المسرح الدائري. والأكثر من ذلك بيان أنه نشاهد بشكل يومي توافد أعداد كبيرة من الزوار. صحيح. والإحصائيات في تزايد. الحمد لله، يعني حتى الأعداد تتزايد وتتضاعف، إن دل على ذلك عبد الله على شيء يدل على روعة وجودة ما يقدم في هذه الأركان، وأيضا على يعني ملائمة ما يقدم مع أذواق الجميع، أن جميع ما يقدم من أنشطة هنا أكثر من 400 نشاط يقدم في مهرجان صلالة يرضي جميع الأذواق. وأتوقع الرسالة وصلت للكثير من الأحبة الذين يتواجدون خارج محافظة ظفار، أنه هذا الموسم استثنائي بمعنى الكلمة، يعني لله الحمد والشكر. يعني خلال اليومين أمس واليوم فقط انقشاع في الضباب نوعا ما خفيف، ولكن الأيام الماضية كلها الأمطار يعني مستمرة، الرداد مستمر، الضباب الكثيف كذلك مستمر. فنتمنى أنه بالفعل الرسالة تكون واصلة ودائما نكررها، يعني نرحب بكم والله في صلالة في عمان في محافظة ظفار، تعالوا واستمتعوا بالخريف اللي في يعني دولته درجات حرارة مرتفعة، نقول نحن 26 أحيانا 22 24 مع رداد هادي وخفيف وجميل. حول الإحصائيات أحبتنا الكرام، الزميل العزيز حفيظ جعبوب معد لنا تقرير عن هذا الجانب وإحصائيات زوار مهرجان صلالة السياحي، فلنتابع. شهد مهرجان صلالة السياحي خلال السنوات الماضية نموا تصاعديا في عدد الزوار والسياح، مما يعد مؤشرا إيجابيا لقدرة المهرجان على اجتذاب الجمهور بسبب تنوع وتميز الفعاليات التي تقام كل عام، وهذا العدد يساهم في رفع معدل الدخل الاقتصادي والسياحي للسلطنة بشكل عام ولمحافظة ظفار بشكل خاص، حيث بلغ عدد زوار مركز البلدية الترفيهي أكثر من 1,195,000 زائر، وذلك لغاية يوم أمس 9 أغسطس لعام 2016، وشمل الرقم مختلف الجنسيات الخليجية والعربية، مشيرا إلى أن زوار المهرجان في دورته السابقة قد بلغ حوالي 2,500,000 زائر وسائح في جميع مواقع المهرجان، كما أن المهرجان خلال هذا العام والعام الماضي توسع في توفير فرص عمل مؤقتة للعمانيين والأسر المنتجة، حيث بلغ عدد المنتفعين من التوظيف أكثر من 1,500، حيث أتى مهرجان صلالة السياحي لهذا العام تحت شعار عمان المحبة والوئام، ويضم العديد من الفعاليات الثقافية والمناشط التراثية بالإضافة إلى الفعاليات الفنية والرياضية والمعارض المتنوعة والألعاب الكهربائية للأطفال، كما يتم تنظيم فعاليات خارج مركز البلدية الترفيهي وذلك في ولايتي طاقة ومرباط، وكذلك فعاليات في سوق الحصن وشاطئ المغسيل في صلالة. هذا ويحرص المهرجان على تنظيم المسرحيات المحلية للفرق الأهلية، ونظرا للإقبال الكبير عليها من قبل الجماهير ودعما للحراك الثقافي في السلطنة، حيث قيمت على المسرح الرئيسي منذ انطلاقة المهرجان عدد من المسرحيات المحلية الكوميدية الهادفة، وتستمر العروض لآخر يوم في المهرجان، وكل أسبوع تقدم فرقة مسرحية عرضها وسط حضور كثيف من عشاق ومحبي المسرح لعدد من نجوم الكوميديا في المحافظة، والتي يشاركهم فيها نخبة من نجوم الدراما المحلية والخليجية، بالإضافة إلى المعارض الرئيسية المعرض الاستهلاكي ومعرض الكتاب. توجد هناك العديد من المعارض المتخصصة بمركز البلدية الترفيهي،
وهي معرض عمان أرض الصداقة والسلام، ومعرض هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ومعرض وزارة الزراعة والثروة السمكية، ومعرض متحف قوات السلطان المسلحة، بالإضافة إلى معرض الجمعية العمانية للفنون التشكيلية والجمعية العمانية للتصوير الضوئي، ومعرض الجمعيات ومراكز الوفاء الاجتماعي وريادة الأعمال، وغيرها من المعارض التخصصية الأسبوعية لعدد من المؤسسات والأفراد. يحرص المهرجان في كل دورة من دوراته على أن يتم إثراء هذه الفعاليات من خلال دعوة مجموعة مختارة من أصحاب الفضيلة العلماء وكذلك الأدباء والمفكرين من السلطنة وخارجها للقيام بعدد من المحاضرات والندوات. بن شرف الدين بيت سليم، ويعرب بن شرف الدين بيت سليم لمحمد بن سعيد العوايد والمثنى بن سعيد العوايد، عثمان بن مسلم بيت سعيد، وماجد بن سعيد صعر، عصام بن سالم بن سلطان الجنيبي، وعمار بن سالم بن سلطان الجنيبي. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ما زلنا نواصل معكم برنامج مساء المهرجان من هنا من مركز البلدية الترفيهي الحاضن لأنشطة وفعاليات مهرجان صلالة السياحي 2016. مثل ما نقولنا دائما بأنه مهرجان صلالة هذا العام يشهد حركة مسرحية نشطة، سواء كان من خلال العروض المسرحية تقدم على المسرح الرئيسي، أو أيضا استقطاب ألمع النجوم سواء كان من داخل المحافظة أو خارجها أو حتى من خارج السلطنة. اليوم نقف وإياكم مع شخصية رائعة جدا، مع الفنانة البحرينية وفاء مكي، واستعراض مسيرتها المسرحية وأيضا الفنية بشكل عام. أنا أرحب فيش وفاء. الله يسلمك حبيبتي، مشكورة على المقدمة الحلوة، وأنا يعني طبعا شرفني وجودي معاكم هنا. الشرف لنا بكل تأكيد، ونورتينا، وإن شاء الله نتحدث أول شيء عن مسرحية عجيبون وغريبون اللي اليوم انطلق أول عرض لها، خبرينا عنها. طبعا مسرحية عجيبون وغريبون يعني شو أقول لك، تتكلم عن شخصين يعني أخوان وإحنا متزوجينهم وساكنين في بيت واحد، وتصير طبعا احداث كوميديه مع بعض. رائع. دور وفاء مكي ايش راح يكون في المسرحيه؟ انا اكون دور يعني زوجة عجيبون. إيه؟ شريره ولا طيبه؟ لا كوميديه. يعني بالعكس، يعني إيه؟ الشخصيه وايد حلوه، فاحنا ما نبي نحرق لانه هو مشاهد. رائع. يعني المسرحيه كلش يعني صغيره مدتها، ويمكن يعني انا لي يمكن 3 مشاهد 4 مشاهد بس. جميل. إيه؟ احنا وفاء تعودنا نشوف ايش كعمانيين من خلال الدراما العمانيه، ولكن اليوم نشوف وفاء ايضا في المسرح العماني، كيف جاءت هذه المشاركه؟ طبعا انا اول مره اشارك في مسرحيه إيه؟ عمانيه، وبالذات في صلاله، يعني بالصدفه صارت على فكره. إيه؟ يعني انا من نزلت يعني سالفه الاعتزال إيه؟ فبالصدفه اتصل فيني طبعا الممثل العماني رامي، اذا تعرفينه رامي شويخ. إيه؟ شيش نسيت اسمه ابوي يعني، المهم رامي المشيخي. المشيخي أي هو. فكلمني قال لي وفاء ايش فيك السالفه وما ادري شنو، فقلت له يعني الظروف اللي صارت وما ادري شنو. فجاه قال لي هو يعني احنا عندنا مسرحيه في صلاله ونبيش تكوني موجوده معنا. جميل. قلت له انا ترى اوريدي كنت باي صلاله كسياحه مع بناتي. فقال لي حلو عيل، احنا يعني مره واحده بتين بيش تشارك. فصارت سياحه وعمل ما شاء الله من خلال عجيبون وغريبون. أي. انا كنت اريد شويه نوضح للمشاهدين وايضا لمعجبينك عن خبر الاعتزال والقرار اللي نزلتيه في صفحتك في الانستغرام، ايش قصته؟ قصتي الله يسلمك يعني
كان فعلا يعني انا بعتزل إيه؟ لان يعني صدق في المجال احنا نشتغل مع ناس مو شرط نوقع معاهم عقد، في ناس نتعامل معاهم كاخوه، يعني مثلا في شخص انا اتعامل معاه معاي في التمثيل، وفاء بيتش معاي في المسرحيه، وانت حسب اختي وما لازم عقد وما ادري شنو، لما تخلص المسرحيه ما يعطيني اجري. زين ترى انا يعني اصرف على بناتي، اصرف على اهلي، واصرف ما ادري شنو، فانت اذا ما تعطيني حقوقي وغيرك اشتغل معه ما يعطيني حقوقي، وهذا اشتغل معه ما يعطيني حقوقي. يعني الاعتزال جاء عن البيئه المحبطه اللي كنت فيها، مش لقرار شخصي. صدق احباط، يعني اوكي انا حابه التمثيل، حابه اشتغل، بس مو ببلاش، يعني مو سبيل احنا يعني نشتغل مع كل واحد ببلاش، يعني نبي حقوقنا يعني نستلمها. صحيح، بالمقابل يعني بالاخير الواحد يشتغل يحصل مقابل، فأنا او حتى ادنى شيء. اي في لحظه غضب انا قمت ونزلت، قلت خلاص انا ما راح امثل، خلني قاعده في البيت احسن لي. بس ولكن الحمد لله عودتش، وايضا العوده من خلال مهرجان صاله شيء يسعدنا جدا. لان ربعي ما خلوني، ربعي جتني اتصالات صراحه ما توقعتها من ناس قالوا لي ما تعتزلين الا راح تواصلين التمثيل ورحنا نبيك معانا، واحنا لانك نجمه، وايضا المشاهد يعني المشاهد يستمتع بتمثيلك لانك نجمه فنديدك في الوسط الفني. انا ايضا اسالش عن مشاركتك في مسلسل بقايا زمان العماني ايضا. طبعا مسلسل بقايا زمان يعني حرام ما نعرض في رمضان لظروف، يعني احنا انتهينا من تصويره قبل رمضان بيوم، وبعد ما تم انتاج ولا كان موجود فيه موسيقى ما موسيقى ان شاء الله راح يعرض قريبا. خبرينا عن دورك فيه، ايش راح يكون دوري فيه؟ يعني بطلة المسلسل وكشخصية، يعني ان انا ابوي يقتل ابوه شخص ثاني، واحد من الاهل، ومن هنا يعني تبتدي الاحداث لما ابوي ينسجن، انا يربوني ناس ثانيين من الاهل، يعني هم يربوني وكذي. فلما ابوي بعد لما كبرنا صرنا كبار، لما ابوي يطلع من السجن يبتدي يدورني انا في وين، ويحصلني عند ناس خلاص ربوني، وانا تميت اشتغل معاه الشخص اللي رباني حسبت ابوي معاه في الشركه. فيطلع ابوي يبي ياخذني عنده كانه انا بنته، يبتدي يبتزني، يبي ياخذ من عندي فلوس، يبتدي وانا اخاف منه هو كمجرم، لان تم يتعامل معي كمجرم. ويبدا بعدها وبعدها يبدا تسلسل احداث يعني كثيره. اي عشان ما نحرق بعد لانه وايد في احداث ان شاء الله راح نشاهدها معه ونستمتع فيه. خبرينا ايضا عن مشاركتك في فيلم سينمائي مؤخرا. شاركت في فيلم مع عبد الرحيم المجيني في مسقط عن مرضى التوحد، اسمه نوافذ معلقه، وتو انعرض وان شاء الله بعد بينعرض في السينما ان شاء الله. جميل. وفاء انا اسالش، اليوم الفنان المسرحي يختلف عن فنان الدراما برايك؟ لا ما في اختلاف، احنا نشوف يعني احيانا بانه فنان متمكن في الدراما ولكن لما نخليه على مسرح هناك ضعف خلل. لا بالعكس، يعني انا يعني انا يعني يمكن الناس متعوده علي في التلفزيون حزينه وصياح وما ادري شنو، ولما يجوني المسرح تشوفوني كوميديه خفيفه. ظنك الناس وين يقتنعوا اكثر، بوفاء في المسرح ام في التلفزيون؟ والله الناس حبوني في الاثنين، يعني اللي ما توقعني يشوفني على المسرح يحبني بعد على المسرح وككوميديه. فالحمد لله الممثل متمكن في الاثنين. يعني احنا ايضا كذا يعني بحثنا وعرفنا بانه هناك تشابه بين اسمك وبين اسم فنانه مصريه وفاء مكي، وقيل بانه هي طلبت منك تغيري اسمك، صحيح؟ لا لا، انا اول ما طلعت الناس ما تعرفني، فصار يعني الناس ما تفرق. يعني يزعجك هالشيء؟ لا بالعكس، استانس كونها هي بعد يعني كفنانه مصريه ولها اسمها، بالعكس كنت استانس. جميل. الحمد لله يعني صار الناس صارت تعرف الحين من وفاء مكي البحرينيه. صحيح، وحتى وفاء مكي البحرينيه اثبتت نفسها من خلال اعمالها سواء التلفزيونيه وايضا المسرحيه. الحمد لله. خبرينا عن عملك هيلق ستايل اللي كان في عيد الفطر. كان يعني مو بشخصيه معينه، كان في شخصيات كذا مشاهد سكتشات يعني على المسرح كنا نسويها، والحمد لله يعني المسرحيه نجحت ولاقت اقبال جماهيري، كنا نعرض في اليوم عرضين مده اسبوعين تقريبا. ما شاء الله يا جميل، الله كل التوفيق لكم. خبرينا عن مشاركتك في عمان، انت ذكرتي بانه في المسرح هذه لاول مره، كيف وجدتي طاقات الشباب الاخراجيه التمثيليه، كيف وجدتي الشاب العماني في المسرح؟ لا ما شاء الله، يعني في صلالة لقيت ناس فنانين يعني مش من الشباب، حتى قلت يعني حرام مو محصلين فرصتهم،
ولا اعلاميا حتى انتم معطينهم فرصه يعني تقدرون انتم تسوون معاهم لقاءات مثل لا كان معنا لقاءات قبل كم يوم وايضا دائما نحاول من خلال برنامجنا نسلط الضوء على الجديد وانت بعد واحده منهم يعني معتبرينك مثلهم بانه نستعرض ايضا مشاركتك في مسرحيه عجيبون وغريبون جديدك القادم ايش راح يكون وفاء حاليا يعني في مكلميني عن مسلسلات يعني كذا مسلسلين عندي في عمان في مسقط حاليا وان شاء الله في الكويت بس ما راح اصرح حاليا في الشيء الا اذا صار يعني صحيح. اكيد لان قالوا لي لما يبرد الجو طبعا عندنا في الخليج هنا اي صحيح بحرين الكويت جو جدا حار اوه وهنا الجو مختلف خبرينا عن صلاله واجواء صلاله وين رحتي في صلاله؟ من اول يوم وصلت فيه على طول طلعت ما قعدت ولا ما فوتت ولا لحظه يا طق عين الثوم يا طق عين دربات يا طق ما ادري وين ما اقعد وكيف احب افتر فيها وكيف شفتي الاجواء هنا في مهرجان تمشيتي رحتي مكان الاركان المختلفه هنا انا احب القريه التراثيه الاشياء احب ترى الاشياء التراثيه واحب حتى هاي الحريم اللي يسوون الاكلات الشعبيه تلاقيني عندهم قاعده واحب هالسوالف ترى يعني الله يخليك ان شاء الله يكون عرضكم ناجح وتقدمي فيه كل طاقاتك الابداعيه باذن الله. انا فقط سؤال اخير كذا اليوم بوجهه نظرك الفنانه ايش تحتاج حتى يكون لها مكانها الفني؟ تكون ثابته، نلاحظ بانه في فنانات يجوا في فتره بعدها يختفوا، كيف ممكن الفنانه تكون يعني في مجال نجمه قادره على المواصله والاستمراريه؟ هو اهم شيء الثقه يعني في نفسي وثاني شيء مو بحلو الممثل يعني يطيح من قيمته، الحين يعني اغلبيتهم يعني في ممثلات اليدد اذا ما عندهم مسلسل تلاقينها مشهره في عمرها في الانستغرام في السناب يسوون مثلا اشياء تطيح من قيمه الممثل، يعني حلو الممثل يكون رزه، يكون له مستوى يعني قدام الناس يطلع بشخصيه حلوه، مو بشخصيه يعني هيله اهلق في روحي. وانت كذلك يا وفاء نجمه ورزينه ما شاء الله، انا اشكرك جدا على هذا الحوار، النجمه البحرينيه وفاء مكي شكرا، كل التوفيق لكم في عرض مسرحيتكم اليوم عجيبون وغريبون، كل التوفيق لك. مشكوره حبيبي. وانتم مشاهدينا ما زلنا نواصل معكم في تغطيه هذه الجماليات، الحين نروح لمسرح الولايات ونستمتع بالنغمات والايقاعات الفلسطينيه هناك. ولقد أثبت العمانيون خلال الحقبة المنصرمة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والاحسان وتبقى دار اهل الدار يا مولاي عمراني صعدنا كل عالي وامتطينا هالسحاب حصان سكننا بالثريا وخيرنا بالارض سكاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والاحسان وتبقى دار اهل الدار يا مولاي
نعم الله عليها بين أهل الأوطان علمها تسمى حر رقى من دون جنحاني بلاد سيرة المجد وحكايات الشموخ عمان غلها وين ما شديت يبقى وسط شرياني بلادي يا بعد راسي أحبك وادعي الرحمن يحفظك مع فجر كل يوم من ميلاد لزواني نحب اللي يحبك والذي يبغى ذاك يهان معنا يحشم الطيب ويهبى كل خواني يا بلادي يا سلام الله عليها بين أهل الأوطان علمها باسم حر رقى من دون جنحاني وسلام الله حياكم الله مشاهدينا الكرام وتحية لكل من انضم لمشاهدة برنامج مساء المهرجان. يتنوع وتتنوع كل هذه الفعاليات هنا في مركز البلدية الترفيهي وفي الأماكن المصاحبة والمناشط للأيام، أيام المحبة، أيام الوئام. نحن معكم مستمرون، ننقل لكم كل المفردات والتفاصيل في كل زوايا وأركان مركز البلدية الترفيهي. ويكبر هذا المهرجان بأيامه وبضيوفه من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة ومن كل الوطن العربي وكل الدول التي تتواجد هنا لمشاهدة كل الفعاليات في مختلف المجالات. كما تحدثنا مشاهدينا الكرام، وقفتنا راح تكون من قرية الصناعات الحرفية، هذه القرية اللي تتنوع الحرف المختلفة بتواجد أركان مميزة ومختلفة. في حلقات ماضية تعرفنا على كمين كذا حرفة، اليوم معنا حرفة جميلة ومختلفة تماما مع الوالدة أم سعيد. مساء الخير. مرحبا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا مرحبا بك يا أم سعيد. خلينا نتعرف على هذه الحرفة، إيش اسمها؟ اسمها صوف وزري، هذه بغيت أنوع فيها من الشنط ومن أنواع الصوف، ونسويها على جميع الأنواع، الصوف شيء فراشات وشيء حق الكراسي تكيات وشيء نسويها خيم وبيوت حق الشعر. جميل، يعني هذا النسيج. النسيج هذا. زين، خلينا يعني نعرف المشاهد مثلا ايش هذا وهذا ايش اسمه، الادوات اللي تستخدميها وهذا. هذا عود لوح نسويه ونسوي فيه النسيج، وهذا حديد نمسك فيه الماكينه هذه الخيوط. خليني نشوف انت شوفها بهذه الطريقه، مثل هذه الطريقه، وهذا العود اللي سلمتك اللي نحطه هنا من شان نسوي فيه نزر فيه نزر فيه الخيوط هذا له من خلال هذه نصنع كذا مجموعة، يعني مجموعة أشياء سواء كان للنسيج بشكل عام. طيب أنا أشوف ما شاء الله، يعني هذه الأداة هذه مثلا هذه قديمة، هل يعني ما في إنتاج لمثلا هل الماكينة مثلا المكاين اليوم مكان الخياطة ممكن تنتج هذه الأشياء؟ لا، ما تقدر تنتج هذه الأشياء. مكاين الخياطة ما تنتجين هذه الأشياء، تنتجين حاجات ثانية. ثانية. هي. إذن هذه فقط اللي تنتج هذا. اللي تنتج هذا الصوف من هذا الخيوط وهذا الصوف، أنواع الصوف مش نوع واحد. زين، وهذا هذه هي الخيط المستخدم الثقيل. الخيط المستخدم وفي أنواع ثانية من أبيض وأصفر ومن أنواع الخيوط. حسب ذوقهم سعيد. حسب الذوق. جميل. طيب كيف شفت الناس اللي يزوروك هنا في الصناعة الحرفية؟ الناس طيبين ومحترمين وما شاء الله ما عليهم إلا الثناء. جميل. وطيب الأشياء اللي تقدميها للناس مثلا لهذه المعروضات هي للبيع صح؟ هي للبيع كلها، الكبير في بعض من 5.5 وار وفي بعض من 2.5 وار وفي أنواع شيء كبير وشيء صغير.
حتى في اشياء للزينه تستخدم للزينه اشياء الثانيه الفراشات التكايه انواع التكايه وانواع الصوف يستخدم فيه كل شيء. زين وين البنات الشابات عن هذه الاشياء؟ انا ما عندي شيء بنات انا مفرده. الله ان شاء الله الله يرزقك بس اقصد بشكل عام البنات كيف ممكن البنت الان تستخدم هذه الاشياء علشان تحافظ؟ لا البنات اللي تعلمت تحفظ وهذا مش صعب الحين هذا عندنا احنا كثير الحريم تسوين من هذا النوع. في الحين بنات تزور ام سعيد تقولها انا ابغى اتعلم حرفه معينه؟ عاد الحين عاد ما حد زارتني وان شاء الله اللي زارتني بعلمها. مشغولات شفتي كيف؟ الله يعطيك العافيه ومشكور وجزاك الله خير. شكرا شكرا. اذا استمعنا الى هذه الحرفه الجميله حرفه النسيج وصناعه منسوجات مختلفه ومميزه هنا. زور ام سعيد تعرفوا على هذه الحرفة المميزة وأيضا حرف مختلفة متواجدة هنا في قرية الصناعات الحرفية اللي بإمكان كل زائر وبشكل يومي يزور هذه القرية المتواجدة هنا خلف البيت التراثي وبجانب مسرح الولايات يتعرف على هذه الحرف وعلى الصناعة الحرفية المتواجدة هنا بشكل يومي. نحن معكم على الهواء مباشرة حتى العاشرة وهناك الكثير لذلك تفضلوا بالبقاء. سعادتكم ومتعتكم في أتينا لاند وسط أحضان الطبيعة وبسهل أتين حيث الألعاب وفنون التسلية والمرافق والمطاعم الخدمية التي ترضي رغباتكم. فأهلا وسهلا بكم في منتزه أتينا لاند بيتكم الثاني. Yo, Danny, 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 Dan
سهر في الكون دايم عالية قابو سهر سالها ساس المدين رايتها في الكون دايم عالية قابو سهر سالها ساس المدين حلوة عمر يا بلاد الغالية والفضل لك يا سيدي بني عمان رب السماء يحفظك طول السنين حلوة عمان يا بلاد الغنية ميزاهية دائما في كل عين برنامج ليالي المهرجان على قناة عمان مباشر سحب على سيارتين بانتظاركم بالإضافة إلى السحب على أجهزة إلكترونية وتذاكر سفر وجوائز قيمة أخرى لتكن أحد الفائزين أرسل ليالي المهرجان على الأرقام التالية عمان تل 91216 أريده 91822 حياكم الله من جديد متابعينا الأحبة وحلوة عمان يا بلاد الغالية لزاهية دائما في كل عيد أو زاهية دائما في كل عام إن شاء الله عماننا الغالية دائما تكون زاهية ومولانا دائما إن شاء الله يكون في صحة وعافية وأمن وعمان دائما في أمن وأمان يا رب العالمين. تحية خاصة بأمانة لفرقة الاستقلال القادمة من دولة فلسطين الحبيبة
والصديقة ودو لهذه اللي يعني لها محبة غير عادية، يعني محبة خاصة بصراحة. وجه لهم كل التحية والشكر على مشاركتهم لنا فرحتنا وفرحة المحبة والوئام هنا في الغالية عمان. احنا متواصلين معكم محبتنا الكرام، ولا زالت لدينا الكثير من الفقرات في حلقتنا إن شاء الله. بإذن الله عبد الله، احنا ما راح نطول عليك، مباشرة نروح لتقرير عن معرض عمان المحبة والوئام. هذا المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان صلالة سياحي 2016 يضم على جنباته 46 صورة مختلفة تحكي عن معالم من النهضة الحديثة وأيضا عن الطبيعة الخضراء. نشاهد معا هذا التقرير مع سالم زعبنوت المهري. ستة واربعون صورة فوتوغرافية يضمها معرض عمان المحبة والوئام الذي يقام بمركز البلدية الترفيهي للمصور أنس الذيب بعمر، الذي اختار هذه الصور للمشاركة بها بالمهرجان التي التقطت من مواقع مختلفة بالسلطنة. حوى المعرض على صور تتحدث عن الإنسان العماني والطبيعة العمانية المتنوعة، إنسان عمان، ثقافة عمان، قصتها عن طريق الصورة. المعرض راح يحتوي إن شاء الله على مجموعة من الصور المتنوعة اللي راح إن شاء الله الزائر إلى المعرض راح يسيح في بحر من الإبداع الفوتوغرافي. صراحة معرض سعدت بزيارته، جميل جدا، جميع الصور ما شاء الله. أنس الذيب فنان مبدع، أتمنى له التوفيق. وأكثر صورة صراحة شدت انتباهي اللي عندكم هذه. الصور المتنوعة في هذا المعرض تدل على احترافية المصور في اختيار الزوايا المختلفة وحسه الفني، كما تبين جماليات المواقع السياحية والنهضة التنموية التي تتميز بها السلطنة. والله كانت زيارة جميلة، شفت صور مرة مبدعة جدا للمصور أنس الذيب، فما حد لاحظ إلا لو يعني مركز في الفوتوغرافي هذا، فأعتقد أنه التقط صور جميلة جدا والدقة في التفاصيل مبدعة صراحة، وأتمنى له التوفيق الدائم، وأتمنى الشباب يحصلوا الدعم اللي هم يريدونه، الشباب منهم يعرفوا يصوروا وايد، فأتمنى يحصلوا الدعم. صراحة المعرض جميل جدا، وأول مرة أزور معرض أنس الذيب، هو زميل لي وعجبني تصويره في عدة صور جميلة. ويستمر هذا المعرض في استقبال زواره بشكل يومي من الساعة 5 مساء ولمدة 8 أيام حتى 15 من هذا الشهر. من قاعة سمهر بمركز البلدية الترفيهي بصلالة، سالم زعبنوت المهري. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلالة السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس، عمان المحبة والوئام.
حياكم الله من جديد متابعينا الأحبة، مثل ما تابعتوا هذه اللقطات الجميلة لمركز البلدية الترفيهي هنا في سهل أتين، هذا المكان الذي يحتضن الكثير من الفعاليات والمناشط التي تعرف بالتراث العماني والهوية العمانية الجميلة، وكذلك بالفعاليات الأخرى المختلفة سواء كانت ثقافية يعني فنية رياضية، وهناك تركيز أيضا على الجانب الديني، هناك فعاليات دينية تحرص بلدية ظفار أو مهرجان صلالة السياحي على إقامتها بشكل سنوي، وأبرز هذه المسابقات أو الفعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم بشكل سنوي، هناك عدة جهات تدعم هذه المسابقة ونتمنى أن هذه المسابقة تستمر معنا. هناك أيضا مجموعة من الفعاليات، أكثر من 400 منشط أحبتنا الكرام في مهرجان صلالة السياحي، هذه الفعاليات تتنوع سواء كان في المركز أو خارج مركز البلدية الترفيه. حول هذه الفعاليات بشكل عام أحبتنا الكرام والفعاليات إن شاء الله القادمة راح نتعرف عليها من خلال ضيفنا الفاضل أحمد بن عوض بن معجين الرواس، رئيس اللجنة الفرعية للمناشط الفنية. أخ أحمد مساك الله بالخير، منور ما شاء الله. مساكم الله بالنور والسرور، ومسي على المشاهدين من خلال الشاشة، ومرحبا فيكم. الله يعطيك العافية، سعداء بتواجدك معنا. والله أنا الأسعد يعني وجودي معاكم في هذا المكان الجميل وسط يعني في وسط مهرجان صلالة في موقع مميز، هذا الاستوديو يتواجد، فالشرف لي وجودي معكم يعني. نحن وسط الحدث مثل ما يقولون. نعم أحمد، نتحدث عن اللجنة الفنية في المهرجان، طبعا هناك جهود كبيرة تقومون بها، يعطيكم العافية على هذه الجهود، يعني استعداداتكم وجهودكم، وأيضا ماذا ستقدمون خلال الأيام القادمة للزائر الكريم إن شاء الله؟ أولا أخي عبد الله، أنت زي ما قلت يعني الفعاليات كثيرة ومتنوعة لهذا العام، وأيضا نسعى دائما يعني دائرة المهرجان ومهرجان صلالة تسعى دائما في يعني وجود الجديد والبحث عن الجديد. يعني صح إحنا حتى منزلين برنامج عام، وهذا البرنامج العام كل أسبوع تقريبا يصير له تحديث بحكم أنه نضيف أشياء جديدة، ونسعى إلى آخر يوم في المهرجان أنه تكون عندنا فعاليات جديدة نقدمها للزوار، نقدمها للناس اللي متواجدين هنا في المهرجان وخارج المهرجان. نعم أحمد، بالإضافة إلى المعارض الرئيسية التي نستعرضها بشكل يومي في برنامجنا أو حلقات برنامجنا، هناك أيضا تواجد أعداد كبيرة من الزوار في مسرح الساحة العامة، مسرح الطفل، وكذلك المسرح الرئيسي عفوا، وبالإضافة إلى المسرح المروج، ما هي الفقرات والفعاليات التي تقدم بشكل يومي على هذه المسارح أبرزها؟ طبعا راح نبدأ يعني من مسرح البحيرة بالساحة العامة. طبعا الساحة العامة مسرح متخصص للجهات الخاصة والجهات الحكومية، تقدم فيها مسابقات وبعض يعني الأمور التوعوية، مثلا اليوم حملة السلامة المرورية على مسرح الساحة العامة، هناك في توزيع جوائز يعني توصيل الرسائل للمواطنين عبر هذا المسرح. وأيضا من بعد هذا المسرح نروح المسرح للأمام، وهو مسرح الرئيسي اللي تقام عليها المسرحيات المحلية والعمانية. هذا العام ما شاء الله زخم كبير على المسرح الرئيسي، هناك 8 عروض مسرحية. اليوم ما شاء الله عندنا عرضين، يعني عرض في المسرح الرئيسي، وأيضا في عرض مسرح البحيرة في مصر. لا حولنا إلى مسرح الطفل بحكم أنه العرض المسرحي هو خاص في الطفل. نعم. رسالة للطفل، فعندنا عرضين مسرحيين. وبعد المسرح الرئيسي طبعا عندنا مسرح الولايات اللي يستضيف مسابقة الولايات، اللي هي طبعا من أكبر المسابقات وأفضلها وأجملها، اللي تجذب الجمهور إلى هذا المسرح الكبير. وبعد هذا المسرح أيضا إذا نروح مسرح الطفل، متنوع متخصص في طبعا هذه لقطات مباشرة المسرح الولايات، هذا المكان الذي يحتضن مسابقة الولايات بشكل سنوي ونبثها بشكل نعم يعني ما شاء الله تشوف الجمهور ما شاء الله يعني يمتلي في مسابقة نعم الولايات يمتلي، والأيام اللي ما في مسابقة ولايات تكون هناك عندنا فقرات من فرق شعبية، مثلا اليوم عندنا مشاركة فلكلورية من دولة فلسطين. نعم. على مسرح الولايات يعني فيه تنوع، نحاول بقدر المستطاع كلجنة فنية وكدائرة المهرجان أنه يكون عندنا تنوع، بحيث أنه الزائر إذا وصل مهرجان صلالة أو المنطقة هنا يجد فيه تنوع للأطفال للكبار. نعم. للشياب، حتى يعني الناس الكبار في السن تجدهم في القرية التراثية، في القرية التراثية متنوعة واجهة المهرجان القرية التراثية فعلا التراثية. احنا يعني بشكل عام في سلطنة عمان بشكل عام دائما نركز على الموروث طبعا، يعني الموروث حاجة يعني اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا مستقبل، فعشان كذا يكون تركيزنا كبير طبعا في القرية التراثية بحكم هناك فنون شعبية
وجبات شعبية، يعني وجبات من كل، يعني أكلات عمانية وفنون عمانية مغناة تقدم بشكل يومي. طبعا متابعينا الأحبة للتذكير، يعني اللقطات اللي تابعناها قبل قليل هناك على مسرح الولايات كانت لمشاركة إحدى الولايات، واللقطات طبعا يعني قديمة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة أيضا هناك مجموعة من الولايات راح تشاركنا. أحمد ما زالت العديد من الولايات إن شاء الله راح تشرفنا على مسرح الولايات. نعم، في عدد من الولايات هناك مجموعة، يعني ما أقدر أذكر، تقريبا 5 ولايات متبقية. ختامها راح يكون ختام المسابقات، آخر مشاركة للمسابقات تاريخ 22 راح يكون ولاية مرباط بإذن الله. وأيضا راح هذه الفترة بنجهز الختام، يعني العدة يعني تكريم عدة مسابقات مثل مسابقة الولايات وأيضا مسابقة الإنشاد. متى أختام الإنشاد إن شاء الله أحمد؟ الإنشاد راح تكون مع ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم تقريبا تاريخ 26 أغسطس على مسرح المروق بإذن الله، وتبث مباشرة طبعا إن شاء الله بإذن الله راح يكون في بث مباشر. وأيضا هناك في بعض الفقرات أخي عبد الله ما أخفي عليك، يعني في فقرات إن شاء الله حاليا ديارة المهرجان بتعمل عليها أنها تكون موجودة، يعني فقرات جميلة، أشياء جديدة لأول مرة تدخل مهرجان صلالة. الحلو أنه بنحاول حتى بعد افتتاح المهرجان أنه نسعي في تغيير البرنامج اليومي. يعطينا شيء من الفقرات المفاجآت هذه، يعني ولا لازم نكون يعني واضحين 100% في حالة التأكيد. نعم. حتى لو أنا ما كنت موجود هنا إن شاء الله راح يوصلك الخبر، تعلمه للجمهور ويعرفون التواريخ بالضبط. أحمد، اقتراحات الجمهور طبعا ما شاء الله، احنا اليوم بثينا في حلقتنا تقرير عن توافد الزوار والإحصائيات الخاصة بالزوار، يعني توافد بشكل كبير. طبعا نحن موجودين وسط الحدث ونلاحظ هذا بعيوننا ومتابعين أيضا. الاقتراحات التي توصلكم هل تكون في محل اهتمام؟ وأتوقع أنها بتكون في محل اهتمام وتقدير، لكن الملاحظات التي يعني تريدكم من خلال الزوار، هل هناك تجديد في الفعاليات من خلال اقتراحاتهم خلال السنوات القادمة إن شاء الله على الأقل؟ هو أكيد هو همنا الكبير زوار المهرجان، يعني سعادة الشيخ سالم بن عفيت الشنفري طبعا أو يعني حاضر على هذه الأمور، ودائما توجيه يكون أنه يكون الشيء متواجد في المهرجان بحيث انه يسعد الجمهور، يسعد الزائر، والزائر كل ما قال المهرجان لابد انه يكون في شيء جديد يشوفه. نعم. طبعا هذا الشيء لابد انه يكون تركيز كبير عليه، وفعلا احنا فيه في بعض الامور الناس بتقدم مقترحات وبنسعى انه تكون موجوده بإذن. طبعا هذا المهرجان كامل للزوار للمتابعين بشكل عام، ونتمنى ان يكونوا مستمتعين بكل هذه الفعاليات. احمد، سؤال اخير، ماذا عن الفعاليات الخارجيه بالاضافه الى مركز البلديه الترفيه هناك القريه الشامل وايضا عده اماكن فيها العديد من الفعاليات؟ زي ما ذكرت اخي عبد الله هناك في عده من فعاليات خارجيه مثل زي ما قلت القريه الشامله، وايضا ولايه حديقه ولايه الطاقه، وأيضا حديقة ولاية مرباط. هناك تقام فعاليات للعائلة بشكل يومي من الساعة 4 إلى الساعة 7 مساء، وأيضا عندنا منطقة إيتينا لاند فيها بعض الألعاب الهوائية والمطاعم متنوعة، وأيضا عندنا منطقة مركز أصدقاء البلدية القديم اللي موجود في سهل إيتين، في فعاليات متنوعة هناك، وأتوقع أنها بتحصل يعني مش أتوقع يعني في إشادة جميلة خاصة من حديقة مرباط وطاقة، الجمهور هناك يعني كبير، يعني كبير جدا، وأمورها الحمد لله طيبة. كل التوفيق لكم بأمانة، جهد كبير، نوجه لكم كل التحية. إذا نقول إن شاء الله في فعاليات قادمة خلال هذا العام الأيام المتبقية من المهرجان. متابعينا الأحبة، نشكر معكم الفاضل أحمد بن عوض معجين الرواس رئيس اللجنة الفرعية للمناشط الفنية، كل التحية والشكر لك، ويعطيك العافية أحمد. أشكرك أخي عبد الله على هذا الاستضافة، وأشكر الطاقم الجميل الموجود في هذا الاستوديو الجميل، منورين، وإن شاء الله نكون ما قصرنا معكم، وأي حاجة تخص الفعاليات إن شاء الله راح نوصلها لكم أول بأول، ويدنا في دين بعض لإيصال الرسالة بشكل جميل. بالتأكيد. الله خير على هذا الاستضافة. أكيد مكملين لبعض، وأنا أوجه تحية ابتداء من معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي الموقر وزير الدولة ومحافظ الظفار، المشرف العام على مهرجان صلالة السياحي، على الجهد والمتابعة وأيضا الدعم الدائم. كذلك تحية لسعادة الشيخ سالم بن عفيت الشنفري رئيس بلدية الظفار، رئيس اللجنة المنظمة ومدير المهرجان، وكل فرد في البلدية يسعى ويحاول أن يظهر هذا المهرجان
بهذه الصورة التي تمثلنا جميعا وتمثل عمان. احنا متواصلين معكم محبتنا الكرام في هذا النقل المباشر وحلقتنا الليلة حتى العاشرة الآن إلى حبيبتنا دولة فلسطين وفرقة الاستقلال وأيضا وصلة أخرى فنتابع. حياكم الله مشاهدينا الكرام وتحية لكل من انضم لمشاهدة برنامج مساء المهرجان، وقفة أخرى وزاوية أخرى وحرفة أخرى من الحرف المتواجدة هنا في قرية الصناعات الحرفية اللي تشهد ما شاء الله فيه خلال هذه الدقائق إقبال كبير ومميز من قبل زوار مركز البلدية الترفيهي اللي يحرصوا كذا على زيارة كل الزوايا والأركان المتواجدة هنا في مركز البلدية الترفيهي. أم فيصل مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ خلينا نتعرف على الحرفة اللي معاك اليوم. معي حرفة الجلود، نصنع الجلود من نصنع الملفات والشنط والبوكات الرجال والنساء والميداليات والأشياء كثيرة. طيب أم فيصل، كذا قبل ما نعرف كيفية الصناعة، من وين تعلمتي هذه الحرفة؟ علمتها حرفة من عند جدودي، وبعدين الحمد لله الحكومة ما قصرت، أعطانا مدربين
الهية أعطتنا مدربين وتدربنا أشياء مطورة أشياء يعني حلوة. دورات مقدمة من الهيئة العامة للصناعات الحرفية بمحافظة ظفار وأيضا بشكل عام في كل المحافظات للحفاظ على هذا الموروث. طيب الأشياء اللي تقدميها بعد الصناعة، أولا خلينا نتحدث عن طبعا هذا الجلد بدايته نوع من أنواعه أيضا، وهذا أيضا ما شاء الله كذا بأشكال وأنواع تكيكم، وما عليك إلا أنك تعمل الشكل. إيش الأشياء اللي تقدميها؟ مثل إيش اسمه الميداليات والبوكات، الميداليات والبوكات النساء والرجال، هذه الرجال هذه النساء ثاني كبير. وأيضا هذا الملف ما شاء الله منفصل، شغل مصانع محترفة. الحمد لله شغل تمام ماشي الحمد لله. طيب يعني أيضا هذه الجلود تحتاج وقت، مثلا مثل هذه المحفظة هذه تحتاج وقت. هذه الجلود إيش اسمه جاهزين كذا، مش نستد يعني يجينا من مصر أو من نستورده من مصر أو والجلد الثاني مدبوغ هنا في محافظة. هذا كان سؤالي، يعني نحن ما شاء الله عندنا ثروة حيوانية وبالتالي في إنتاجية كبيرة. هذا أيوة هذا معانا الحريم هنا، تعرفين دبقين، وعندنا الحمد لله الدباغة مثل الطوب والثدأ يدبقون يكون ملين وحلو، لكن صعب شوية. طيب هذا الآن الهبان صح؟ الهبان هذا زمان الناس يحطون فيها أقراض ويأخذون فيها أكل وشرب وكذا، هذا الهبان عشان الأكل فقط. والقربة هذه كل شيء إيش اسمه القربة عشان الحليب، والثاني القربة شكلها معروف يعني. أيوة القربة معروفة. وهذه الحبان مثل الشنطة يحطون فيها الأكل. شكرا أم فيصل، يعطيك العافية على هذه الجود، وسعيد برؤيتك بشكل يومي متواجدة تقدمي لكل الزوار. هذه دعوة لكم مشاهدينا الكرام للتواجد في هذه القرية، يعني ما شاء الله أشكال مميزة ومتنوعة، المحفظات، البوكات للرجال والنساء وأيضا للطلاب، طلاب الجامعات وطلاب المدارس، فرصة للي كذا يبغى يتميز من أنامل عمانية محترفة يتواجد هنا في قرية الصناعات الحرفية بمركز البلدية الترفيهي. أم فيصل أعطيك العافية، متواجدة هنا بشكل يومي. إذا تعرفنا على حرفة النسيج وحرفة أيضا صناعة الجلود ومنتجات الجلود المختلفة هنا في قرية الصناعات الحرفية. حلقتنا لهذا اليوم في هذا الربط الحي المباشر خصصناها هنا من الصناعات الحرفية. غدا ومواضيع أخرى وصور مختلفة لمركز البلدية الترفيهي ومهرجان صلالة السياحي 2016 عمان المحبة والوئام. نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، كونوا على الموعد في 8:30 مساء عبر تلفزيون سلطنة عمان. إلى اللقاء. العافية زميل العزيز محمد سعدون بيت سعيد على هذا الثراء الجميل هناك في القرية التي تهتم بالتراث قرية الحرفيين، ونحن على الموعد طبعا محمد، وإن شاء الله الجمهور أيضا يكون على الموعد بشكل يومي. بهذا متابعينا الأحبة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، كل التحية والمحبة والشكر لكم على متابعتكم، على اهتمامكم، على تواصلكم الدائم من خلال متابعتكم الدائمة لنا. كل طاقم البرنامج يحييكم وإلى اللقاء. إذن مشاهدينا بعد هذا التطواف السريع لإظهار جماليات مهرجان صلالة السياحي 2016 وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وغدا يتجدد اللقاء في حلقة جديدة مليئة أيضا بالمكنونات، فنلقاكم على خير. Yeah.
كلك ما درين.